النظام السوري يصاعد القصف على حلب وحمص وريف دمشق، وحجاب يكشف عن توجه دولي لتزويد المعارضة بالسلاح. قوات سوريا الديمقراطية تستعد لبدء معركة الرقة، وتحركات كبيرة لداعش تحسبا لهجوم وشيك. كيف سيكون مستقبل إنترنت الأشياء في 2020؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استوديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. البداية مع موجز لأهم الأنباء من سوريا تحديدا، حيث أصيب 3 مدنيين بينهم طفل في قصف صاروخي استهدف حي سيف الدولة وحي الزبدية في حلب، فيما شن طيران النظام غارات جوية على حيي الموظفين والزبدية على حيي الموظفين والصناعة بدير الزور شرقي البلاد. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام شن قصفا مدفعيا على مواقع لفصائل المعارضة المسلحة في ريف حمص، ونفذت الطائرات الحربية عددا من الغارات على مناطق في ريف حمص الشمالي. في السياق ذاته، قصفت قوات النظام السوري مدينة داريا في ريف دمشق الغربي، وقال المجلس المحلي لمدينة داريا إن قوات النظام السوري قصفت لليوم الثاني على التوالي المدينة بصواريخ وقذائف مدفعية، مما تسبب بدمار كبير في عدد من الأبنية السكنية في المدينة، بالإضافة إلى اندلاع حرائق فيها. وشهدت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة محاولة اقتحام برية من قبل قوات النظام التي تفرض عليها حصارا خانقا يمنع دخول أي مساعدات إنسانية ل8000 مدني محاصرين داخل المدينة منذ أكثر من 3 سنوات. التوجه الدولي لتزويد المعارضة بالسلاح على أي حال مشاهدينا سنتحدث عنه بالتفصيل في فقرتنا القادمة من استديو الآن. جنوبا، قال مراسل أخبار الآن إن المعارك في ريف درعا الغربي احتدمت ضد تنظيم داعش بالقرب من منطقة العلان، فيما أحرز الجيش الحر تقدما كبيرا، وتم استهداف معاقل التنظيم في عين ذكر ونافعة والقصير، وتشهد المناطق المتنازع عليها حالة من النزوح للمدنيين هربا من القصف المستمر، فيما يتحصن داعش بالمدنيين في الشجرة ونافعة ويمنع الأهالي من المغادرة. في سياق مختلف، تحشد لميليشيات موالية للأسد، هناك تحشد لميليشيات موالية للأسد إيرانية، بالإضافة إلى أفراد من حزب الله في مثلث الموت، في نية لاقتحام كفر ناسج وكفر شمس. أصدر تنظيم داعش قرارا بإلغاء الإجازات الأسبوعية لمقاتليه، ورفع معدل المناوبات في النقاط الأمنية داخل وخارج مدينة الرقة تحسبا لأي هجوم قد تشهده في الأيام المقبلة. القرار لم يقتصر على العسكريين فقط، بل شمل الإداريين أيضا، إذ ألزم كل أفراده بالحضور اليومي، وزاد من وتيرة حفر الخنادق ووضع الحواجز حول المدينة بحسب عدد من سكان المدينة. استعدادات قوات سوريا الديمقراطية لمعركة الرقة وتحركات داعش تحسبا لأي هجوم سنتابعه أيضا بالتفصيل ضمن فقراتنا القادمة. أظهر فيديو جديد لتنظيم داعش صبيين فرنسيين يقومان بعملية إعدام لسجينين سوريين كانا محتجزين لدى التنظيم وسط منطقة نائية في مدينة حلب السورية، ونشر الجناح الدعائي لدى التنظيم الفيديو تحت عنوان على خطى والدي. ظهر فيه الطفلان وهما يتلقيان دروسا في إحدى القاعات ويتدربان على حمل السلاح وإطلاق النار. ذكرت مصادر أمنية يمنية أن الجيش الوطني والمقاوم الشعبية صدوا هجوما لميليشيا الحوثي وقوات صالح على معسكر الخنجر الاستراتيجي شمالي محافظة الجوف. وأوضحت المصادر أن قوات المتمردين شنوا هجوما على المعسكر الواقع بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف في محاولة لاقتحامه. أعلنت القوى الكبرى أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش. وأفاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا بأن حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا
لشراء الأسلحة الفتاك. قتل 15 طالبا كانوا يقضون إجازة في منتجع سياحي في غرب إندونيسيا نتيجة انهيار أرضي بحسب ما صرح مسؤول اليوم، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى. وأدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى انهيار أرضي الأحد عند شلال شهير في منتجع في جزيرة سومطرة الشمالية بحسب ما أفاد المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التصنيف الأخير للفرق بعد أن شارف الموسم على الانتهاء في جميع البطولات المحلية والأوروبية، وواصل ريال مدريد تربعه على عرش الصدارة بفارق مريح عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال في المواسم الخمسة وبعد إحرازه اللقب قبل عامين، عدا عن وصوله إلى النهائي في الموسم الحالي. تحتفل المملكة المتحدة بعيد ميلاد الملكة إليزابيث منذ فترة، ولا تتوقف الحفلات المقامة على شرفها، وأمام حشد مكون من حوالي 5500 شخص في ساحة بالقرب من قلعة ويندسور، وصلت الملكة والأمير فيليب إلى موقع الحفل بالعربة الملكية. تقرير يؤكد أن موسكو تسهل سفر المتشددين الروس إلى سوريا. التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. كشف رياض حجاب رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية عن توجه دولي لتزويد كتائب المعارضة بأسلحة ودعم نوعي تحت إشراف دولي. تأتي هذه التصريحات قبل يومين من افتتاح لقاء فيينا الدولي لبحث المسألة السورية، كما تأتي بالتزامن مع اجتماع ممثلين عن 14 فصيلا من المعارضة لبحث تشكيل جبهة شمالية موحدة على غرار الجبهة الجنوبية. وتسعى الفصائل في الشمال إلى تشكيل هيئة سياسية موحدة وهيئة أركان مشتركة ومؤسسة إعلامية عسكرية موحدة أيضا. معي من الرياض عبر الأقمار الصناعية رئيس وفد المعارضة السورية في جنيف العميد طيار أسعد الزعبي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذن قبل يومين من لقاء فيينا نتحدث عن توجه دولي للدعم وتزويد المعارضة السورية بسلاح والدعم النوعي، هل ممكن أن نخوض أكثر بتفاصيل هذا الدعم سيد أسعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني نتمنى أن يحصل ذلك، نتمنى أن يكون هذا القرار الدولي يوضع حيز التطبيق الفعلي مباشرة، ولكن طالما يعني ذكرت كلمة شروط هذا يعني مخيب للآمال عندما يتحدثون عن شروط. بالتأكيد الشروط التي سوف يضعونها هي شروط محاربة داعش أولا ثم النظام، ولا أعتقد أن سوريا واحدا يفصل ما بين داعش والنظام، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي عملة الإرهاب. لكن ربما يعني أقول ربما يعني توجهات المجتمع الدولي أو ما يعرضه المجتمع الدولي ربما يعني عبارة عن تسهيل الطريق إلى المفاوضات أو بناء لبنة جديدة في البيئة التفاوضية، خصوصا بعد أن يعني عجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بوعوده حيال الالتزامات الإنسانية، سواء كان إدخال السلات الغذائية أو فك الحصار أو إطلاق سراح معتقلين أو حتى المحافظة على نوع من يعني تخفيف العنف في سوريا. على العكس، على العكس تماما، العنف زاد أضعاف والمعتقلين زادوا، ولنا في ذلك يعني حادثة سجن حماة الذي ما زال هناك ضغط على السجناء وحوادث تصفية جسدية يوميا، لنا أيضا في ذلك حصار جديد على دارية وتدمير قافلة المساعدات التي من المفترض كان أن تصل أمس وهي تحوي إلى أدوات مدرسية، لنا أيضا مثال على أن يعني اعتقال أكثر من 2044 جلهم من النساء والأطفال. هذا يعتقد رسالة، ولذلك عندما تحدث المجتمع الدولي عن يعني احتمالية تزويد الثوار السوريين بأسلحة لكن وضع الشروط للاستخدام، أعتقد كلمة شروط هي كلمة فضفاضة، لا نعرف ما هي الشروط، لا نعرف متى يتم التطبيق الفعلي لهذا العمل، هل هو بعد يوم أو بعد سنوات، يعني مجموعة من الأسئلة حقيقة يمكن أن نذكرها. يجب أن نعرف سيد أسعد، وهذا يعني مفروض أنه نعرفه من حضرتكم، هل من جديد يعني الحديث عن دعم ليس بالجديد صحيح؟ يعني عدة مرات تحدثنا
وكان في هناك نية، هناك نية لدعم المعارضة بشرط يعني دعم طبعا المعارضة المسلحة المعتدلة. لطالما سمعنا هذا الحديث، هل من اختلاف سيطرأ هذه المرة وسنشهد فعلا تغيرا على الأرض؟ يعني أعود بالذاكرة للخلف، هل عندما تحدثون عن دعم المعارضة السورية المعتدلة، من قصفه الطيران الروسي وقتل قادته ودمر أماكن تحصنه هم المعارضة السورية المعتدلة، هم الذي تعترف في أمريكا وكل الدول أنها معارضة سورية معتدلة. فكان الأولى حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنسق مع روسيا الضربات في سوريا وتنسق دخول روسيا لسوريا وتنسق الدمار الروسي في سوريا، عليها أن تنسق أيضا أن هؤلاء من يتعرضون للتدمير والضرب والقتل هؤلاء هم المعارضة السورية المعتدلة. أيضا عندما يتحدثون عن المعارضة السورية المعتدلة، هي نفسها المعارضة التي طلبت صواريخ دفاع جوي لتحمي أنفسها وتحمي أهلها من البراميل المتفجرة، هي نفسها المعارضة السورية المعتدلة التي طلبت مناطق آمنة وعازلة لإيواء السوريين أهلهم من السوريين بدل من أن يهاجروا خلف البحار إلى أستراليا وإلى كندا، هي نفسها المعارضة السورية المعتدلة التي تؤمن بالحل السياسي وتدفع من أجل الحل السياسي، ورغم ذلك الحل العسكري هو أولوية بالنسبة للنظام. النظام يقتل، النظام يدمر، إيران روسيا تدخل عشرات الآلاف المرتزقة، هي نفسها يا أختي المعارضة السورية المعتدلة. إذن أين المجتمع الدولي والدول الداعمة والولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعارضة المعتدلة، أم أن هناك معارضة معتدلة أخرى خارج هذه الأرض؟ طيب سيد أسعد، اليوم هذا يأتي بالتزامن، الحديث عن دعم للمعارضة يأتي بالتزامن مع اجتماع فصائل، نتحدث عن 14 فصيلا من المعارضة لبحث تشكيل جبهة شمالية على غرار الجبهة الجنوبية. ما الذي يؤمل من هذه الجبهة اليوم؟ إلى أي درجة نحن نتحدث عن انعكاس لهذا الموضوع لتحقيق تقدم بالشمال السوري، تقدم ملحوظ؟ توحيد الفصائل بالشمال هو بحد ذاته عمل جبار وعمل إيجابي، وهذا ما نسعى إليه وهذا ما نصب إليه وهذا ما نتمنى حقيقة من كل التشكيلات، تشكيلات الجيش الحر، عملية الوحدة فيما بينها سواء كان بالشمال أو الجنوب أو الوسط أو حتى المنطقة الساحلية. لذلك عندما نتحدث عن هذا العمل، هذا العمل بحد ذاته هو عبارة عن لبنة كبيرة جدا أو يعني إنارة حقيقية باتجاه الطريق الصحيح. لكن إن حقيقة تم تزويد هذا الجسم الكبير العسكري أو المنظم تزويده بأسلحة نوعية أو حتى أسلحة كمية، يعني أعتقد سوف تكون نتائج مرضية، سوف يتغير الواقع على الأرض. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إن نحن قمنا بهذا التجميع وهذه يعني بشرى لنا وهذا عمل إيجابي يعود بالنفع علينا نحن كشعب سوري ثائر، لكن هل يا ترى نعول على كلمة شروط أو ماذا يفهم من كلمة شروط؟ يعني تحتاج كلمة شروط بحد ذاتها تحتاج إلى عدد كبير من أدوات الاستفهام. ولكن بكل الأحوال نحن نعول حقيقة على أشقائنا الخليجيين، هذا لا يمكن أن يكون سرا، لا يمكن أن يكون يعني طي الكتمان، لا يمكن أن يعني أن نبعده جانبا، يجب علينا أن نذكره في كل قول وفي كل مقابلة. نعم نعول على أشقائنا الخليجيين والذين يعطوا بلا حساب، الذين يعطوا بلا يعني جواب، يعطوا بلا مقابل. إذن لا نعول على المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يكفينا المجتمع الدولي أن يقول يجب أن يكون هناك انتقال سياسي لهيئة حكم انتقال كامل الصلاحيات، هذا ما نريد المجتمع الدولي. إذا كان جادا في دعم الشعب السوري عليه أن يصدق مرة واحدة من خلال قراراته أنه أن يكون هناك انتقال سياسي لهيئة حكم انتقال كامل الصلاحيات، وخصوصا أنه في المرحلة الأخيرة 4 أشهر وهو يوعد السوريين بسلات غذائية وأدوية وحليب أطفال، ومع الأسف الشديد الأرض تتحدث تماما. انظروا إلى دريا ماذا يجري بها من دمار، انظروا إلى معظمية ما الذي يجري بها من جوع، انظروا إلى المضايا، انظروا إلى حي الوعر، انظروا إلى الغوطة الشرقية، كل ذلك أليست شواهد على عدم جدية وصدق هذا المجتمع الدولي؟ أنا أشكرك جزيلا سيد أسعد الزعبي العميد الطيار، رئيس وفد المعارضة السورية في جنيف، على هذه المشاركة معنا من الرياض. بعدما حدثنا المعتقل السوري السابق عمر الشغري أمس في الجزء الأول من شهادته الحصرية لأخبار الآن عما عناه في معتقلات الأسد، يتابع حديثه اليوم ليستذكر محطة اعتقاله في الفرع 215 وهو فرع سيء السمعة بحسب قوله. دخلت أموال كبيرة على فرع 215 وهذا شيء سري تماما، كله من تحت الطاولة وكله التخطيط المساعدين، بعد ما صار يطلع خبر أنه بده يصير حظر جوي أو ما شابه بسنة 2013
فصارت كل المساعدين والسجانين تخاف، تقول لك انه انا خلص على بكره بده تخلص ايامي، راح جمع مصرياتي وضب اغراضي، لانه الجوع يلي بسجون مو كلمه بتنحكى، انك تجوع سنه وسنتين غير لما بتجوع ساعه وساعتين، انا عشته وما عشته مثل غيري. في ناس كانت تبكي تبكي تقول يا الله بس لو هالبلاطه اللي بالارض بينشال لحتى نشيله وناكله، لو في ورقه على الحيطان لناكلها، وقت تهب الريح وتجي ورقه، وقت كنا بصيدناها تجي ورقه نشوف، او مثلا يدخلنا مع الاكل ورقه برتقان او ما شابه، الناس تتقاتل. طبعا بصيدناها للاسف نحن، اذا اجتني خبزي طريه بقول هالشي ما كويس، لانه الخبز المعفنه اصعب بالاكل، فهي بتقيم على القلب اكثر، فنحن كنا نتمنى يجي الخبز المعفن، نحن ما بنحب يجينا خبز طري. فرع 215، اي معتقل ضل فتره اشهر فرع 215 مهما تكلم، فدائما لازم يكون عند اي متابع يعرف انه في شيء مخبى بالجيبه، في شيء مخبى بالقلب ما بينحكى، في شيء عند معتقلين 215 ما بيحكوا لحدا ابدا ابدا، ممكن يحكوا وقت يعرفوا انه خلص هالكلمه حاسمه، يا بتموت يا بتعيش، لانه في امور صعبه عند كل معتقل عاشه ما بتنحكى لكل الناس، ما خارج انها تكون عامه. انا عندي كثير امور هسه لاهلي ما حكيتها، لامي يلي بتعرف عني كل شيء انا ما حكيتها. فرع 215 سريه المداهمه والاقتحام هو عباره عن قسمين، قسم طبعا انا بحكي عن طابق تحت الارض، طابق الابو، انا في عندك 6 طوابق فوق انا ما بعرف عنهم الا معلومات طفيفه، انا عم بحكي عن المكان اللي عشت فيه اللي معروف اسمه الابو. بهذا الابو هو عبارة عن قسمين، قسم سرية وقسم لجنة. السرية هي اللي تابعين لسرية المداهمة، أما اللجنة مثلي أنا كنت جاي من غير فرع، أنا جاي قبل 215 كنت بال291، فأنا أعتبر اسمي لجنة تابع لفرع ثاني. مهم، بداية كانت بدايتي مع مهجع 8 خشب، كانت بداية مخزي جدا، ما في مكان أوقف فيه. والنقطة الأساسية اللي أنا بحب أدخل فيها مباشرة في فرع 215 هي موضوع التصفية بإبر الهواء، الى موضوع اخذ عينات الدم، الى موضوع الترقيم الجسس في فرع 215. اي معتقل فرع 215 بيسالي عن شخص سيء، فمباشره بذكر لك اسم الدكتور قصي شحود، بيتلي اسم سعد الحموي يلي هو شاب عمره حوالي 25، هو من حما، ومصطفى الزمزوم، بيتبعن اسم جاد المفعلاني من درعا من ناحته. هذه الاسماء يلي كانت معتقله. موضوع اي مريض عندنا الساعه 10 بالليل بيجي ممرض من ال 601، بيجوا مشان يشوفوا مين مريض، مين مريض جيبوه على صاله ضخ الهواء، هذا مضخ هواء بيفصل بين الصاله الفرع يلي فيها كان بالبدايه 1250 شخص وبين غرفه نوم المحققين. فهي صاله صغيره بيجيبوا عليها الناس المرضى، مو مرضى يعني اللي راح تموت، مشان اللي لسه مطول ليموت نقرب له وقت موته. فبجيب الناس على هاي الصالة، بيشوفوا مين جسمه شكله انه ممكن يزبط او ما شابه، بياخذوا منه عينة الدم. نحن بالسجن ما في شيء اسمه نتخيل والله انا بدي اطلع لبرا، انا اقصى شيء اتخيله انه والله يجيني 3 خبزات باليوم، يا الله هذه جنة. الجوع هو اصعب وسيلة تعذيب، ما في مثلها. انا دقت الكهرباء، دقت الشبح، دقت الكرابيج، دقت كل شيء، ما في شيء لو كنا فيه قتل خلال هالفترة، بس مثل الجوع ما في. يدور الحديث كثيرا حول المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى سوريا والعراق بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى مشابهة، ويتساءل كثيرون حول الطريقة التي وصلوا إليها، خاصة في ظل الأحكام والقوانين المشددة التي تطبقها دول كثيرة تمنع بموجبها مواطنيها من السفر إلى تركيا وصولا إلى سوريا ثم الالتحاق بصفوف داعش وغيرها. لكن روسيا بدت أكثر تساهلا مع مواطنيها المتطرفين، وفق ما أظهر تقرير لوكالة رويترز كشفت من خلاله عن هوية 6 متطرفين روس، يقول أقاربهم ومسؤولون محليون إنهم غادروا روسيا بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من السلطات وانتهى بهم المطاف في سوريا. أول هؤلاء المقاتلين هو سعد شرف الدينوف، كان على قائمة المطلوبين لدى السلطات الروسية، حاكى المؤامرات لشن هجمات ضد موسكو، ومع ذلك قال شرف إن ضابطا في جهاز الأمن أبلغه أن الدولة ستساعده على الرحيل دون اعتقال. سلمه أحد الوسطاء جواز سفر جديد في أيلول سبتمبر 2013، كما تسلم تذكرة ذهاب بلا عودة إلى تركيا.
ثاني المقاتلين هو محمد رمضانوف، أصدرت شرطة المحلية الروسية أوامر عام 2014 لمراقبته ضمن سياسة أمنية قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، وقبل ذلك ألقي القبض عليه بتهمة حيازة متفجرات، وفرضت عليه السلطات حينها الإقامة الجبرية في منزله. لكن وعلى الرغم من وضعه رهن الإقامة الجبرية، تمكن رمضانوف من مغادرة روسيا عبر مطار موسكو الدولي في أيار مايو 2014 برفقة زوجته وابنه. أحد الرجال الستة الذين غادروا روسيا أيضا هو تيمور جمال الدينوف، ينتمي لإحدى القرى الداغستانية، وضعته الشرطة على قائمة الإرهابيين المطلوبين وخضع لعمليات فحص أمنية دورية وفق ما ذكرت أسرته. وبعد أسبوعين من ذلك غادر البلاد بجواز سفر جديد وعبر الحدود بشكل قانوني وفق ما أكد ضابط محلي. يوسف شرف الدينوف وأحمد دنجييف مقاتلان آخران خرجا من روسيا بمساعدة السلطات، ينتميان إلى قرية داغستانية، وافقا على صفقة مع جهاز الأمن الروسي لوقف القتال مقابل عدم إلقاء القبض عليهما، وبعد وقت قصير حصلا على جوازي سفر وغادرا روسيا في صيف 2013، ووصلا إلى سوريا عبر تركيا وقاتلا في صفوف جماعات مسلحة. آخر المقاتلين هو أحمد علي جادييف، ينتمي لقرية داغستانية أيضا هي معقل نشاط المتطرفين، وضع على قائمة الإرهابيين المطلوبين لكنه تلقى عرضا من السلطات في 2008 وفق ما ذكر والده. سمح له ولثلاثة آخرين بالحصول على جوازات سفر دولية، غادروا روسيا متوجهين إلى سوريا. فقد والده الاتصال به عندما غادر روسيا بسبب آرائه المتطرفة، ولطالما كانت السلطات الروسية تنفي علاقتها بمغادرة هؤلاء المتطرفين من أراضيها وتقول إنهم غادروا بإرادتهم دون مساعدة الدولة. الجدير بالذكر أن أي جواز سفر يصدر في روسيا يحتاج إلى موافقة جهاز الأمن. هذا النفي إذن يتضارب تماما مع تصريحات مسؤولين روس، أولهم ضابط محلي ذكر أن حوالي 28 روسيا توجهوا إلى مناطق في الشرق الأوسط تقع تحت احتلال داعش، وقال إن 19 منهم أدرجوا في روسيا على قوائم الإرهاب. مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف قال إن 2900 روسي غادروا البلاد للقتال في الشرق الأوسط حتى أواخر كانون الأول ديسمبر 2015، وأشارت بيانات رسمية إلى أن ما يربو إلى 90% منهم غادروا روسيا بعد منتصف عام 2013. كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية قالت إن اللغة الروسية هي اللغة الثالثة التي يتم التحدث بها داخل داعش بعد العربية والإنجليزية، وأضافت أن روسيا هي أحد الموردين المهمين للمقاتلين الأجانب. بهذا الإطار كان مفتي القاعدة السابق الشيخ محفوظ ولد الوالد أبو حفص في حديث خاص لأخبار الآن أكد أن روسيا وما تفعله في سوريا يستقطب المزيد من المتشددين. من المعلوم أن القصف الجوي مهما كانت شراسته وضراوته لا يحسم معركة عسكرية، والروس بعد مرور أكثر من 100 يوم على تدخلهم في سوريا لم يحققوا تقدما يذكر، وبالتالي أرادوا أن يظهروا أنهم على استعداد للتدخل البري، فظهرت صور دباباتهم ومدرعاتهم وجنودهم في بعض المناطق في سوريا. ولكن أنا مع ذلك أعتبر أن هذا لمجرد استعراض. التدخل البري شيء مكلف جدا. التدخل البري لو تم سوف يكون بداية غرق الروس في المستنقع السوري، لأن التكلفة البشرية سوف يبدأ عدادها بشكل سريع جدا، التكلفة المادية سوف تتضاعف، سوف تدخل عوامل جديدة لصالح المجاهدين والثوار، سوف تدخل خبرة هؤلاء المجاهدين والثوار القتالية البرية، وسوف تظهر خبرتهم في زرع العبوات الناسفة ضد الدبابات والمدرعات، وسوف تظهر خبرتهم في نصب الكمائن، وسوف تدخل عوامل أخرى مساعدة لهم، الحاضنة الاجتماعية، التضاريس التي هي لصالح الثوار والمجاهدين التي تحيد كثير من قوات الدروع سواء كانت دبابات أو مدرعات وغيرها. نقطة التحول الرئيسية في التدخل الروسي في سوريا يوم ما يبدأ التدخل البري، ولكن أنا أعتبر أن التدخل البري اللي يعني ظهر حتى الآن هو جزئي ومحدود وله أهداف محددة، يرسل رسالة إلى النظام وأصدقائه بأننا معكم الروس من خلال هذا التدخل البري الذي ظهر في بالمناسبة ظهر فقط في مدينة سلمة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية،
ومناطق محدودة جدا، فهو يرسل رسائل، رسالة إلى النظام ومن معه أننا معكم ويرفعون معنوياتهم، رسالة إلى الثوار والمجاهدين أننا موجودون على الأرض، ورسالة أيضا للعالم بأنه لن تكون هنالك تسوية سياسية في سوريا إلا بموافقتنا، ونحن الموجودون على الأرض ونحن الموجودون في البر ونحن الذين نقاتل من الجو. وبالتالي فالتدخل الروسي هو محدود البري ومحدود في هذا النطاق حتى الآن، أما حين يتحول إلى تدخل حقيقي فهذه نقطة تحول كبيرة جدا، وسوف تكون عامل استقطاب جديد لكثير من المجاهدين والمترددين في قتال النظام السوري، لأن معه مسلمين. عندما تكون المعركة مع نظام روسي وقوات روسية غازية أجنبية لم يعود هنالك غبار على قتال هذا النظام وشرعية الجهاد ضده. معي من موسكو رائد جابر الصحفي المتخصص في الشأن الروسي، مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رائد. اليوم روسيا عندما تحاول إرسال الإرهابيين ووفق كل التقارير وما ذكر قبل قليل وما أكد على لسان أبو حفص لإرسال الإرهابيين إلى سوريا، مفتي القاعدة السابق طبعا، إلى أي درجة كل هذا يؤكد أن هذه النقطة هي لمصالحها الخاصة فقط؟ نعم، تحية طيبة. بداية روسيا أولا هذا المبدأ هو موجود عندها منذ فترة طويلة، منذ أيام الحرب في الشيشان ظهرت نظرية في روسيا تقول بأنه لابد من الذهاب إلى المواقع الرئيسية، إلى المواقع التي يأتي المقاتلون إلى روسيا بدلا من انتظارهم داخل الأراضي الروسية. طبعا سنوات مرت بعد ذلك، الآن تغير الموقف. النقطة الساخنة الأساسية الآن ليست القوقاز وإنما سوريا، لذلك النظرية تم يعني يجري فيها تعديل إنه حشر بقايا المقاتلين المتواجدين في مناطق القوقاز دفعهم إلى الهجرة إلى الذهاب إلى سوريا وحاصرتهم هناك وقتلهم هناك. الآن روسيا ترفع هذا الشعار بشكل علني أصلا وليس سرا، هي تقول إنه سنذهب إليهم حماية لروسيا وحتى لا يعودون إلى روسيا يوم الأيام، وحتى ليس فقط روسيا، إنما روسيا وبلدان الرابطة المستقلة. يعني هذا الكلام يجري تنسيق في شأنه مع جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، أوزبكستان، تركمانستان، قرغيزستان، وكازاخستان، وطاجيكستان. يجري تنسيق واضح من خلال معاهدة الأمن المشترك حول هذه النقطة بالتحديد، إنه إذا كان بالإمكان ملاحقتهم هناك ودفعهم ومحاصرتهم أو يعني هي تتخلص الآن سوريا من هكذا أفكار متشددة ممكن أن تشكل خطرا عليها. أنا أسألك سيد رائد، ف يعني تستفيد من هذه النقطة، والنقطة الأهم بأنه بالداخل السوري ما أثر هذا الموضوع؟ إلى أي درجة هذا الوجود الروسي بسوريا اليوم هو يجذب متشددين آخرين أيضا؟ هذا بطبيعة الحال، يعني عندما الآن يتم الحديث عن أنه أولا هذه فائدة أنه يتم الترويج نظرية الإرهاب أنه فقط إرهاب في سوريا، وهم يعني الأرقام حسب الأجهزة الأمنية الروسية أنه مرة يقولون 2000 مرة يقول 3000 من مواطني روسيا وبلدان الرابطة يقاتلون هناك، وهذا دليل يعني حتى يتم استخدامه كدليل على أنه هناك يتجمع الإرهابيون فقط ويجب قصفهم بقوة. لكن على الصعيد الداخلي طبعا في سوريا بطبيعة الحال هذا يؤثر بشكل كبير جدا، لأنه هؤلاء لا يتقنون شيئا سوى القتال، وبالتالي ربما يشكلون يعني حالات انه جذب اصلا لمقاتلين من جهات اخرى، يعني يزيدون الموقف صعوبة بطبيعة الحال. نعم سيد رائد، سؤال اخير، روسيا بهذا الى اي درجة ايضا اذا ما ارادت هي ان تخدم نظام بشار الاسد مفروض، الى اي درجة هي بفعلتها هذا تسيء لسيادة سوريا؟ لا، سيادة سوريا لم يعد أحد يتحدث عنها يا سيدتي الآن، سيادة سوريا انتهت، يعني ليس فقط على صعيد التواجد العسكري الذي بات مقننا، هناك قواعد عسكرية، القاعدة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم هي التي تجري النقاشات السياسية وهي التي تقوم باللقاء مع المعارضات الداخلية السورية التي تسمى معارضات، وهي تقوم بعمل يعني شيء أشبه بما أن تكون مندوب سامي، مقر لمندوب سامي. على أي سيادة يتم الحديث حاليا؟ لا يوجد سيادة. أنا أشكرك جزيلا، من موسكو رائد جابر الصحفي المتخصص في الشأن الروسي، بقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد فاصل قصير.
إعلام القاعدة فشل وتخبط. أحييكم من جديد. أوقف داعش إجازات مقاتليه وأعلن ما يشبه حالة الطوارئ في مدينة الرقة السورية التي اتخذها عاصمة له عقب احتلاله لها مطلع عام 2014. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب استعداد قوات سوريا الديمقراطية لبدء هجوم موسع يهدف من خلاله إلى طرد داعش من الرقة بمساعدة من التحالف الدولي الذي توفر طائراته غطاء جويا للقوات المقاتلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي من بلدة عين عيسى في ريف الرقة. يرصد هذا المقاتل أي تحرك محتمل لمسلحي تنظيم داعش بالقرب من بلدة عين عيسى، حيث ترابط قوات سوريا الديمقراطية في ريف محافظة الرقة. 3 كيلومترات تفصل مواقع تمركز التنظيم عن عين عيسى التي تبعد 50 كيلومترا عن مدينة الرقة. تستعد قوات سوريا الديمقراطية للبدء بحملة واسعة النطاق للسيطرة على مدينة الرقة، أكبر معاقل داعش في سوريا، والتي يتخذها التنظيم عاصمة له. وبحسب مصادر مقربة من القوات الديمقراطية، فأن التحالف الدولي عزز تواجده في المنطقة بإرسال 250 جنديا في إطار محاربة داعش، ذلك فضلا عن تزويدها بأسلحة للبدء بالحملة التي يجري الحديث عنها. كما ترون الجبهة أمامنا، هناك نقاط تمركز لمسلحي داعش يقومون بشن هجمات بين الفينة والأخرى مستخدمين الأسلحة الثقيلة كالمدافع والرشاشات، ويتنكرون بهيئة المدنيين، لأنه عندما يكونون بلباسهم العسكري نقوم باستهدافهم، لذلك يهاجموننا بلباس مدني، وأحيانا يختبئون بين الماشية والقرويين للتقدم إلينا. المؤكد حتى الآن أن هناك هجوما واسعا يلوح في الأفق، لكن إلى الآن لم يحدد الوقت الذي ستتحرك فيه القوات باتجاه الرقة، لا سيما أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى السيطرة على منبج وجرابلس في ريف حلب قبل الرقة لقطع جميع الإمدادات عن التنظيم. نحن الآن نضع لمسات أخيرة للبدء بالحملة، قمنا بتجهيز وحداتنا الأكثر احترافية في القتال في إطار حملاتنا القادمة على كل من الرقة ومنبج ومن أجل بناء سوريا ديمقراطية، ويمكننا القول بأن خطوتنا في هذا المجال تتجه نحو النصر. من أجل ذلك نحن بصدد إنهاء تحضيراتنا الأخيرة للحملة لنكون جاهزين لأي أمر طارئ يحدث على الجبهة، ونحن مستعدون للرد على هجمات داعش وإحراز تقدم عليه. بعد أن فقد التنظيم كثيرا من مناطق احتلاله في سوريا، تحاول القوات الديمقراطية وبهجمات متتالية انتزاع المزيد من المناطق من داعش بمساندة التحالف الدولي. يأتي هذا بالتزامن مع تشديد التنظيم قبضته الأمنية على المدن التي يحتلها، حيث يقوم بمداهمات عشوائية ويجبر الشباب على القتال في صفوفه. في السياق، أشارت تقارير غربية استنادا لشهادات إلى أن تنظيم داعش بدأ يتخذ إجراءات احترازية في كل من الرقة السورية والموصل العراقية تحسبا لهجوم وشيك قد يشنه التحالف الدولي وحلفاؤه على الأرض على أبرز معاقله في كلا البلدين، في حين أكدت الولايات المتحدة أن مسألة تحرير الرقة باتت وشيكة وأن عملية محاصرة داعش في الموصل قد بدأت فعلا. المزيد في هذا التقرير. الخشية من تكثيف الغارات الجوية وهجوم بري وشيك دفع تنظيم داعش المتطرف إلى إعلان حالة الطوارئ في معقله في سوريا مدينة الرقة، وذلك بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون. المتحدث باسم التحالف الدولي الجنرال ستيف وورن قال إن حالة الطوارئ التي أعلنها داعش تشير إلى أنه بات مهددا، كما أشار أيضا إلى أن عناصر التنظيم باتوا قلقين من القوات المتحالفة والتي أصبحت قريبة من معقلهم في الرقة شرقا وغربا. واعتبر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن خطوة داعش قد تأتي بنتائج عكسية عليه، فقد يوفر إعادة انتشار المسلحين فرصة لرصدهم واستهدافهم. داعش لم يعد مهددا فقط في معقله في سوريا مدينة الرقة، بل هو مهدد تماما داخل معقله في العراق مدينة الموصل. إذ أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التحالف الدولي أن عملية عزل وحصار التنظيم المتطرف في الموصل ثاني أكبر مدن العراق
قد بدأت، فالتحالف أكد مستمرا ومتزامنا على التنظيم. القوات العراقية مدعومة من العشائر والبشمركة أحرزت خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في محيط الموصل، والأنباء الواردة من هناك أكدت أن داعش منع الأهالي من الخروج وزرع الحواجز، فيما أكد شهود أن حركات غير اعتيادية يقوم بها أفراد التنظيم من تفتيش واعتقالات، فيما حذرت صحيفة ديلي تيليغراف من لجوء داعش إلى الأسلحة الكيماوية إذا تم مهاجمة مدينة الموصل، معتبرة أن الأسلحة الكيماوية أصبحت طرفا في معادلة الجيش العراقي الذي يستعد لذلك. داعش أصبح محاصرا أكثر من ذي قبل داخل الموصل والرقة، كما أنه بات في موقف دفاعي يحاول وقف نزيف خسارة الأراضي التي تكبدها وسيتكبدها مع بدء الحرب الحقيقية لتطهير سوريا والعراق من أفراده. معي من بغداد الدكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. اليوم نتحدث عن داعش وعن حالة الطوارئ. عادة عندما نتحدث تعلن حالة الطوارئ للتنظيمات الإرهابية، ما الذي يشمل هذا؟ تحدثنا بالتقارير التي وردت بإيقاف الإجازات لمقاتليه بالرقة، ماذا تشمل أيضا حالة الطوارئ؟ ماذا نتوقع خلالها؟ يعني في الغالب يشمل ثلاثة أشياء. المقاتل يتحول من صفة مقاتل إلى مرابط، والمرابطين الذين هم يتواجدون في الجبهات وبشكل مباشر يتحولون من كتائب وحدات تكتيكية إلى انغماسيين وكتائب خاصة، فبالتالي هذا تغيير الصنف القتالي. أخرى كما قلتم أنه تعطل الإجازات إلى شعار آخر، ثم يترك الموضوع في الحالات للقرارات الأمنية الصارمة، فتكثر عمليات الإعدام بعنوان التولي أو الفرار عن القتال. أيضا من يؤخذ المدنيين بالشبهة ويقتلون بدون العودة إلى روتين المحاكم والتحقيقات والحسبة. هذا عمليات الإعدام ثالث نقطة من النقاط التي تشملها حالة الطوارئ. نعم، الإعدام الكثير، لأنهم يغلبون حالة الشك وسوء الظن على حالة حسن الظن والتحقق والتثبت. إعدام هذا يشمل ماذا؟ نتحدث عن المدنيين الموجودين بالمنطقة التي يوجد فيها داعش، أو حتى فيما يتعلق بأفراده إذا يتعلق الموضوع بموضوع الشك؟ حقيقة الكل، الشك يشمل الكل، حتى من هو قائم على التثبت والقوانين. في الأيام الماضية هناك مجموعة من الرطبة بعد مقتل شاكر وهير حكم عليهم بالإعدام، وهم من مجموعة الأمنية التابعة للرطبة. ما الذي يمكن أن يفعله أيضا داعش غير موضوع ما يمارسه مع مقاتليه بهكذا حالات يشعر فيها بقلق كبير؟ تسمعني دكتور هشام؟ إن كان بالرقة السورية أو بالموصل العراقية، معقل بالعراق، ما الذي يمكن أن يقوم به بهكذا وقت؟ نتحدث عن حشود كبيرة، نتحدث عن هجمات متوقعة. أولا يمنع المدنيين من الهجرة والخروج، أخرى يكثر ويكثف العبوات زراعتها، الكمائن، القناصين. الثالثة والتي هي مهمة، يروج لأنه يمتلك أسلحة ربما تكون فتاكة أو قنابل قذرة أو حتى كيميائية. هذا قد يكون حقيقي، ولكنه في الغالب في كثير من المناطق التي كان يروج داعش أنه يمتلك هذا النوع من السلاح، بعد تحريرها يتبين أنه لا يمتلك شيء منها، وإذا امتلك شيء فإنما يمتلك شيء قليل التأثير، محدود التأثير. هذه الطريقة. نعم نعم دكتور هشام، سؤال أخير سريعا لو سمحت لي بس. نعم. اليوم أيضا كانت القوات العراقية بدأت بعملية واسعة باستعادة الرطبة ومن داعش، إلى أي درجة يعني مع كل هذه الجبهات المفتوحة ضد داعش الإرهاب اليوم، إلى أي درجة ما يمارسه أيضا من حالة الطوارئ وما شو اللي بينزل تحت هذه الخانة يؤثر سلبا بمقاتلي هذا التنظيم؟ حقيقة لن يصمد طويلا، خاصة في المنطقة الجنوبية من نهر الفرات من محافظة الأنبار، خسر
أهم خمسة بؤر صعبة، وآخرها اليوم الرطبة، إذا خسرها فإنه يخسر الطريق الدولي الاستراتيجي الرابط بين الحدود السعودية الأردنية والسورية. أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة. لم تستطع الحملات الترويجية من تلميع صورة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، فكل الوقائع والدلائل تشير إلى خلل جوهري في صلب تنظيم القاعدة وداعش. ولعل المعركة الأبرز التي أصبح جليا أن التنظيمين يفشلان فيها هي معركة التجنيد وسلب عقول المسلمين. داعش والقاعدة باتا يحملان بذور التدمير الذاتي والانهيار من الداخل. في التحليل التالي نستعرض أبرز هذه الأسباب. لا يخفى على أحد حجم التناقضات التي باتت تنطوي عليها رسائل القاعدة. تخبط إعلامي يعكس بلا شك حجم التخبط داخل القاعدة نفسها. إننا في معركة، وأكثر من نصف هذه المعركة يجري على ساحات وسائل الإعلام. نحن في معركة إعلامية في سباق لاستمالة قلوب وعقول الإعلاميين. كلام نسب قبل سنوات عديدة لأيمن الظواهري نائب أسامة بن لادن أنذاك، ولعل الظواهري سقط في فخ ما قاله، والذي اختفى طويلا عن مسامع مؤيديه ومناصري القاعدة، وعندما خرج برسائله وخطبه كانت وكأنها خارج نطاق الزمن وغير متصلة بواقع الأحداث والتطورات. وعلى سبيل المثال للحصر، وفي محاولة لتلميع صورة القاعدة، يحاول المتحدث باسم القاعدة في شبه القارة الهندية أسامة محمود بإدانة عنف طالبان وباكستان ضد المدنيين، ليخرج بعدها أيمن الظواهري في سبتمبر أيلول الماضي مؤكدا استعداده للقتال إلى جانب داعش إن كان في العراق أو في سوريا. تناقض واضح إن دل على شيء، فهو يدل على حجم التخبط الذي بات يضرب بهيكليته القاعدة، وهو بالفعل شكل مادة دسمة لانتقاد الظواهري لعدم وصفه داعش بالخوارج. فمحاولة كسب تعاطف الرأي العام من خلال إدانة الأعمال الإرهابية من جهة، وإبداء الرغبة بالتعاون والتنسيق مع مصدر هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، هو ما يفسح المجال أمام عدة تساؤلات. فلجوء إعلام القاعدة إلى مثل هذه الادعاءات يعكس جانبا من حال التنظيم نفسه، حقيقة أهدافه وحقيقة نواياه التي لن توفر أي شيء أو تتردد بالقيام به في سبيل استمالة المؤيدين. المتابع لإعلام القاعدة يلاحظ بوضوح المشاكل التي يعاني منها هذا الإعلام في فيديوهات الظواهري، وفي أغلبها تنشر بغير وقتها المناسب، ما يفقدها قيمتها أو ارتباطها الزمني بالتطورات الحاصلة، ما يوحي بأن المسؤولين عن توزيع إصدارات القاعدة ونشرها يريدون الإساءة إلى هذه الإصدارات من خلال سوء توزيعها، فضلا عن التأخير المتعمد في نشرها. وهذا ما حصل مع الحلقة الخامسة من أيام مع الإمام التي تم نشرها بعد الحلقة السادسة، حتى ذهب البعض للقول بأن مركز الفجر للإعلام مخترق من قبل أفراد داعش. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، فحجم الأخطاء الصادرة عن إعلام القاعدة بات فادحا. فماذا يعني إعلان حسام عبد الرؤوف المتحدث باسم التنظيم بشكل خاطئ قتل مختار بالمختار؟ ألا يدل ذلك على عدم كفاءة قادة القاعدة الذين استلموا أدوارا ريادية في التنظيم، أم أن ذلك مدروس ومخطط له من قبل بعض قادة القاعدة الذين يريدون الدمار للتنظيم بعد توالي الامتعاض بسبب ظواهري وغيره من القادة غير الأكفاء؟ وأكثر من ذلك، في الحلقة السابعة من أيام مع الإمام ينتقد الظواهري ما ينطوي عليه الإعلام الجهادي من شتائم وتكفير في صورة تعكس بنظره فشل من يدعي الجهاد. فإلى أي مدى يدلل تخبط وسائل إعلام القاعدة ولجوء تلك الوسائل لاختلاق الروايات الكاذبة لصالح القاعدة لسنوات طويلة؟ وإلى أي مدى لماذا الظواهري هو الشخص الوحيد الذي يظهر في إصدارات ومقاطع فيديو القاعدة على الرغم من فشله المستمر في استقطاب مؤيدين ومتابعين؟ هل تفتقد القاعدة لأفا يقوم بتهميش الآخرين لأنه يخشى أن يتم استبداله كقوم؟ فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لمعرفة مستقبل إنترنت الأشياء. أحييكم من جديد. توصف إنترنت الأشياء باسم الثورة الصناعية المقبلة، ويعود ذلك للكيفية التي ستغير فيها طريقة عيش الناس والعمل والترفيه والسفر، وكذلك كيفية تفاعل الحكومات والشركات مع العالم. فالتوجه العالمي لإنترنت الأشياء أصبح واضحا من خلال ظهور معالمه عبر السيارات الجديدة التي تأتي محملة مسبقا بتطبيقات، بالإضافة إلى المنازل المزودة بالأجهزة الذكية وأجهزة تعقب اللياقة البدنية.
لكن هذه البداية فقط، فكيف سيكون مستقبل إنترنت الأشياء عام 2020؟ الإجابة مع الزميل سامي اللواء الأماني. من المتوقع أن يكون هناك 34 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2020، كما أنه سيكون عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء 24 مليار جهاز، وسوف يتم إنفاق ما يقرب من 6 تريليونات دولار ضمن إنترنت الأشياء على مدى السنوات الخمس المقبلة. ستكون الشركات المتبني الأكبر لحلول إنترنت الأشياء. أما عن الحكومات فإنه من المتوقع أن تركز على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين نوعية حياة مواطنيها، وستكون الحكومات ثاني أكبر متبني لحلول إنترنت الأشياء، لكن المستهلكين سيكونون متأخرين عن الشركات والحكومات في تبني واعتماد حلول إنترنت الأشياء. ومع ذلك فإنهم سيقومون بشراء عدد هائل من الأجهزة واستثمار مبالغ كبيرة من المال في نظم وتقنية إنترنت الأشياء. معي من دبي المهندس عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أن كي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عاصم. كيف سيكون مستقبل إنترنت الأشياء؟ كيف تبعت هذا التقرير اليوم عندما نتحدث بأنه هناك 34 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2020؟ ماذا يعني هذا وكيف يجب التعامل معه؟ أهلا بك وشكرا على الاستضافة. سريعا مبدئيا ابتدت يعني في السنين الماضية ان احنا نشوف الانترنت الاشياء المحمولة، يعني بنتكلم على الاجهزة التعقب الرياضية اللي بتقيس المجهود، بنتكلم على زي ساعات سواء المقدمة من اندرويد او من ابل، كلاهما من الساعات الذكية. ابتدينا نشوف حتى البرادات او الثلاجات المنزلية التي تستطيع ان تطلب الاطعمة مباشرة من المتاجر بفور نفاذها من البراد نفسه، يعني بتطلب اللبن مثلا او الحليب بمجرد نفاذه من المتجر، ده موجود النهاردة، ومقدمة التكنولوجيا دي من شركات كورية. فاحنا بنتكلم على تكنولوجيا موجودة النهاردة، عن استطاعتك التحكم في الإضاءة في المنزل او تحكم في أجهزة التكييف بشكل ذكي عن طريق الهاتف الذكي بمجرد احساسه بانك اقتربت من البيت، فيتم تغيير الإضاءة ويتم تغيير التكييف تلقائيا. كل التكنولوجيات دي ابتدينا نشوفها النهاردة. اللي هنشوفه في الفترة الجاية ان اسعار التكنولوجيا دي هتستمر في الانخفاض بحيث تبقى في متناول مستهلكين اكتر. حاليا في مشكلة ان مفيش قاسم مشترك بينهم، يعني كل منتج بيعمل اسلوب اداره مختلفه، فاحنا محتاجين نشوف نوع من انواع التوحيد لاساليب الاداره بين طيب بهذا المستقبل الذي نتحدث عنه اليوم، يعني دائما يتم التركيز بهكذا مواضيع على انه يجب حسن استخدام هكذا مواضيع عندما نتحدث عن هذا العصر وعن مستقبل الانترنت. ما الذي يجب عدم اغفاله بهذه المرحله؟ طبعا لا يمكن اغفال امن المعلومات، لان هنشوف القراصنه اللي النهارده اللي بيكتفوا بسرقه البيانات قد يعمدوا الى اعمال تخريبيه. يمكن السنه اللي فاتت شهدنا تجربه عملها باحث، يعني مش قرصان ولا حاجه، بس باحث على سياره ذكيه ان هو تم قرصنتها ودفعها لما يقرب من حادث على الطريق. وكان الهدف من هذا الاستعراض ان هو استعراض ما يمكن ان يحدث من مخاطر، يعني طبعا كل المخاطر الأمنية، لأن هذه الأشياء ستدخل في بيوتنا وستدخل في شوارعنا ومدننا الذكية. أمن المعلومات أصبح يعني شيء لا يمكن إخفاله ولا يمكن الاستهانة به. وشقين، وشق التقني وشق الوعي بأمن المعلومات. أنا أشكرك جزيلا من دبي المهندس عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أن كي. أجرت شركة هايبرلوب 1 أول تجربة ناجحة لها على تقنية نقل الشحنات والركاب في أنبوب تخل خلي في صحراء ولاية نيفادا، ويشير ممثلو الشركة إلى أن سرعة الجهاز المختبر بلغت 160 كيلومترا في الساعة، بينما صرح مهندسو الشركة أن هذه السرعة قد تزيد عن سرعة الطائرة. خلصت دراسة حديثة إلى أن الاستعانة بالواقع الافتراضي يفيد في علاج مرضى البارانويا المعروف بجنون الارتياب. هل يؤثر فعلا الواقع الافتراضي على علاج الأمراض النفسية أم لا؟ في هذا التقرير
يبدو أن تقنية الواقع الافتراضي تخطت الاستعمال التكنولوجي والترفيهي وأخذت منحناً علاجياً للأمراض النفسية، إذ يمكن استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعلاج حالات البارانويا الشديدة عن طريق السماح للمرضى بمواجهة المواقف التي يخشونها وفهم أن تلك المواقف آمنة فعلاً ولا داعي للخوف منها. وتجمع الدراسة التي أجريت في بريطانيا بين تقنيات العلاج النفسي القائم على الأدلة مع أحدث تقنيات لمحاكاة مواقف اجتماعية في الواقع الافتراضي للحد من المخاوف الناجمة عن المرض النفسي المعروف باسم جنون الارتياب. ويشار إلى أن العيش في وضع يخافه المرضى يعد صعباً جداً لأنه يسبب قلقاً لا يطاق. وللتغلب على هذا التحدي استخدم فريق من قسم الطب النفسي بجامعة أوكسفورد الواقع الافتراضي لإعادة خلق المواقف الاجتماعية التي يجدها المرضى مخيفة، إذ نجح العلاج على 50% من الحالات، ما يفتح أفاقا جديدة في مجال علاج الأمراض النفسية. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أشكركم على المتابعة.